ومشراكم ان شاء الله يا ربي كامل تكونوا بخير وعلى خير. هلا فيديو تلقاكم باحسن الاحوال. مرحبا بكم والف مرحبا في القناه. اذا كنتوا اول مره تزوروها نقول لكم اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل الجديد ان شاء الله. دونك بيان سور اذا عجبتكم لا فيديو ما تنساونيش بجامه. وراح ندخل ديريكتومون في الصلب الموضوع اللي هو لي فيزا لي كارت سيجور المهاجرين وكامل ان شاء الله. نتمنى من قلبي انه لا فيديو تعجبكم. المهم راكم عارفين في هذه الفتره الاخيره ولات الهضره بزاف بزاف على المهاجرين اللاجئين غير شرعيين لي ميغرون هذو ما كامل ولات الهضره غير عليهم لانه هذا وعلاش هذه الهضره يعني وهذا كما نقولوا هذه الفوضى كامل ناضت على جال يعني لي زاتونطا اللي كاينهم في فرنسا. اول حاجه هي هذاك الوفاه الاستاذ هذاك اسمه سامويل باتي، وثاني حاجه هي لي زاتونطا اللي دار هذاك اللي دخل الكنيسه وقتل يعني في نيس. دونك على هذه الحاله يعني الغوفرنمون كامل حبوا يزيروا الحاله يعني على المهاجرين وعلى الناس اللي يجيو لهنايا في فرنسا. وثاني جيرار دارمانا كان راح الجزائر المغرب وتونس، كان جمع واحد 231 كما نقولوا متطرف من اصول جزائريه مغربيه تونسيه، راح للجزائر وراح المغرب وراح لتونس وطلب منهم انهم هذ المتطرفين يعاودوا يرجعوا لبلادهم. كاين كاين اللي قبل وكاين اللي ما قبلش. كاين اللي ما قبلش لانه قال بليك انهم هذوما المتطرفين ما همش مثلا اذا هضرت على الجزائر ماهيش من اصول جزائريه، هذ المتطرفين زادوا هنايا عاشوا هنايا. المهم كي ولاو متطرفين بغاو يدوهم لبلادهم. المهم هذ كاين اللي قبلوا كما قلت لكم وكاين ما قبلش. مثلا الجزائر ما قبلتش قالت لهم لانهم ماشي زايدين هنا في الجزائر. المهم كي عاد هكا ولا كي عاد ولا جيرار دارمانا لفرنسا عاود شدد بزاف للحوايج. مثلا من بين هاد الحاجات هي الفيزا كيما قال ما كاش ليكسبولسيون يعني ما كاش طرد هذوما هذ المتطرفين المتشددين هو. دونك ما كاش الفيزا ولاو قال راح يزيروها مليح مليح يعني ما راحش يمدوها كيما بكري اللي بكري يعني كانوا يمدوها اللي بغى يجي فاكونس اللي بغى يجي قرايه اللي بغى يجي عنده خدمه ولا اي حاجه يمدوها له عادي. ولكن يعني بعد الحوادث هذوما اللي صراو ولا قال بانه حتزير الحاله بزاف بزاف. وثاني بطاقة الإقامة غادي يزيروا فيها بزاف بزاف ما يمدوهاش يعني ما يمدوهاش، راح يديروا واحد النسبة يمدوا شاك عام يمدوا لهذيك النسبة، هذا باش بالنسبة ليهم يحاربوا هذ المهاجرين وباش يديروا تقليل تاع هذ المهاجرين. المهم الحالة يعني بدات تتزير وبدات ربي إن شاء الله يكون كامل في العون الجميع. المهم أنا هذه الأخبار يعني جبته لكم هكايا، راح نخلي لكم ليليان بيان سور على المصدقية نخلي لكم ليليان من جبت الأخبار. وثاني البارح انا نهار الجمعة 20 نوفمبر كان واحد المهاجرين واحد اللاجئين اللي هما قصيرين في السن اجتمعوا أمام وزير الصحة على جال تسوية الأوضاع تاعهم، لأنه في الكونفينمون الاولاني كانوا قاموا بهم يعني داروا لهم مأوى، اما هذا في الكونفينمون الثاني يعني انساوهم والحاله تاعهم راهي تدهور. كاين بزاف سورتو لي مينور هذوما قاصرين في السن، ولكن فرنسا ما بغاتش تستعرف بهم كقاصرين، بغات تستعرف بهم انهم مهاجرين يعني لاجئين غير شرعيين، لانه لي مينور هنايا واحد يكون مينور يعني عنده دروا يقرا عنده دروا عنده دروا بزاف حوايج. وثاني على حساب لورغانيزاسيون ميدسان سون فرونتيير تراكرامي انه هذا القاصرين هما يكون عندهم كيما نقولوا مأوى يكون عندهم سقف سورتو يعني في الازمه تاع الكوفيد تاع الكورونا لازم يجمعوهم ويعاونوهم. كيما قلت لكم فرنسا ما بغاتش تصرف بهم كوم دي مينور لانه كاين عندهم حقوق. كاين فيهم واحد الشاب اللي في عمره 16 سنه
اللي فرنسا قالت له لا لا قالت له انت كيما نقولوا راك ماجور ما راكش قاصر ما راكش مينور دونك تبقى كيما لاجئين غير شرعيين. مهم هذا الطفل ما عندوش لاك دو نيسونس بيان سور. حنقول لكم كامل لو ليام اللي جبت المعلومات. المهم الحاله كيما قلت لكم بدات تتزير, بدات يعني كيما نقولوا بدات الموجه هذه يعني باش يحاربوا هذا المهاجرين, لانهم بالنسبه في نظرهم من هذا المهاجرين جاي كيما نقولوا المشاكل كامل هذوما تاع البلاد وكامل. كاين حتى واحد اللي بغيت نقول لكم ثاني دابخي لورغانيزاسيون ميدسان سون فروتيير, يوميا كاين هاد القاصرين في فرنسا ويعانيو يعني يعانيو حتى اللاجئين الغير شرعيين يعني كلهم يعانيو من ازمه يعني وسختو دوك البرد وكامل. المهم الله يجيب الخير والله. المهم انا جبتكم معلومات هكا وهكا, راح نخلي لكم كامل لو ليان. كيما قلت لكم ثاني كاين دي بارتي بوليتيك اللي بغاو يديروا قوانين جديده باش يعني يقلوا من المهاجرين. مثلا كاين واحد البارتي يعني اللي بغى يرد بطاقه الاقامه, زعما باش تحصل على بطاقه الاقامه لازم امتحان اللغه. ايوه مازال امتحان اللغه اون فات كيما طالب الجنسيه باش تطلب الجنسيه لازم امتحان لغه, دوكا بغاو يديروه في طلب الاقامه. يعني نشفى انا كي درت دوموند تاع بطاقه الاقامه. المهم رحت غير لواحد لوفي شافوا المستوى تاعي تاع فرونسي, وزعما اذا شافوا المستوى تاعك مليح يقولوا لك فوالا يمدوا لك واحد الورقه هكاك زرقاء, واذا شافوا المستوى تاعك ماشي مليح يقولوا لك يوجهوك يقول لك روحي عند كيما نقولوا دي اسوسياسيون, روحي عند الجمعيات, روحي عند مهم يوجهوك ولا بونبلوا ولا باش تستعلمي اللغه. ولكن هذوما اللي يعني هذوما مازال ما طبقوهم, مش نقول لكم باغيين يطبقوهم انه باش تحصل على بطاقه الاقامه انه يكون عندك امتحان اللغه. وثاني كاين اللي بغى انه هذوك المهاجرين الغير شرعيين اللي يجوا في لي باطو اللي يجوا في الفلوكات انهم يعاودوا يولوا ديريكتومون, لانهم تقريبا هما الحركات هما ولا اللاجئين غير شرعيين هذوما سواء يجوا من بلاد يعني فيها الحرب, واذا كان لاجئين سياسيين. المهم اللي جاوا من البلاد اللي فيها الحرب انه لازم يعني كما نقولوا ما يرجعوهمش كي يدخلوا في الارض, يعني كي يدخلوا في ارض فرنسا يعني ولا في اي ارض انهم هذوك بلادهم راهي في حرب لازم يشدوهم. ولكن كاين واحد لي بارتي سيفيل اللي يقولوا بغاو يديروا القانون انهم ما يخلوهمش اصلا يدنوا, يعني ما يخلوهمش اصلا يدخلوا الاراضي الفرنسيه. المهم بغاو هذوك اللاجئين ديريكتومون هذيك الفلوكه تجي هذيك كيما نقولوا يعاودوا يرجعوها هكاك باش ما يبقاوش زعما حاصلين فيهم. المهم انا قلت لكم الحاله بدات كيما نقول لكم تتزير. ان شاء الله يا ربي يجيب الخير ويجيب الخير علينا وعليكم وعلى جميع الناس يا ربي. المهم هذه هي المعلومات اللي بغيت نبارطاجيها معكم, واي معلومه غادي نعرفها غادي ان شاء الله يا ربي نبارطاجيها معكم, والله يسر على الجميع ان شاء الله يا ربي. المهم بغيت نقول لكم معلومات واحده اخرى, بصح معليش ما نطولش عليكم في لا فيديو هذه هكاك باش تجيكم خفيفه وظريفه. وبيان سور مرحبا بكم والف مرحبا. نقول لكم شكرا لكم بزاف, ما تنسونيش اذا ما درتوش جيم في بدايه لا فيديو ديروا جيم دوكا, ونقول لكم تهلاو بزاف روحتيكم ونتلاقاو في فيديو واحد اخر, ونختموا هكا العذاب بالصلاه والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك الحميد المجيد. وتهلاو لي في روحتيكم بزاف, ونقول لكم احبكم في الله. سلام.